طيب الله وقتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. اهلا بكم من جديد، ومثل ما شفنا في الفيديو ان شاء الله نظام الHD راح يبدا يوم 1/2 على نفس التردد اللي هو 1.0727، ونظام الSD سوف يتوقف يوم 28/2. فنرجو من المشاهدين ان يغيروا اجهزتهم الى نظام الHD. ما هو رايكم بواقع العاصمه بغداد؟ حيث تحدث أمين بغداد علاء المعمار وقال بأن لديهم مشاريع لجعل بغداد شبيهة بباريس وإسطنبول بحسب تعبيره وقوله، الأمر الذي أثار سخرية شعبية واسعة نظرا للواقع الخدمي والمعيشي المزري في العاصمة بغداد، حتى أنها تصدرت قائمة المدن الأسوأ في العالم منذ سنوات. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. بغداد التي صنفتها مؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات بأنها أسوأ مدينة للعيش في العالم، يتحدث مسؤولوها بكلام أقرب للخيال والأوهام عن توأمتها مع كبرى المدن العالمية، بحيث تصبح تضاهي إسطنبول وباريس. هذا مشروع كبير بتوأمة مدينة بغداد مع عديد من المدن العربية والأجنبية. لدينا مشروع توأمة مع باريس، لدينا مشروع توأمة مع عمان، لدينا مشروع توأمة قريب مع الرياض، عندنا مشروع توأمة مع اسطنبول. نشوف كثير أيضا صربيا عرضت علينا أنه يكون بلغراد أن يكون هناك مشروع توأمة، كلهم هم اللي يدعون. أكثر من 50 مشروعا تطويريا في جعبة أمين بغداد يعد بأنها ستغير ملامح المدينة تماما، ولعل سكان بغداد هم من يردون على هذا المسؤول، فهم الذين يعايشون يوميا مصاعب الحياة فيها ويذوقون مرارة سوء الخدمات. هسه احنا عندنا ما يقارب 53 مشروع قائم في بغداد بأعمال تطويرية موجودة، عندنا البنى التحتية أيضا راح نفرد لها مساحة كبيرة، لكن ننتظر الموازنات. الحقيقة الموازنات يعني تحتاج موارد مالية كبيرة. بغداد بحسب وزارة التخطيط تحوي على أكثر من 1000 مجمع عشوائي يضم عشرات الآلاف من المنازل، تغرق المدينة وتغلق شوارعها مع هطول الأمطار. أما التلوث البيئي فقد وصل إلى مراحل خطيرة، حتى أن موقع نومبيو المعني بالمستوى المعيشي لدول العالم أكد أن مستوى جودة المعيشة في بغداد منخفض جدا من كل النواحي. وفوق مصائب الفقر والبطالة وسوء الخدمات تنتشر عصابات الجريمة المنظمة والسطو المسلح، فلا يأمن المواطن على نفسه وماله، فضلا عن انتشار الميليشيات وتقطيعها أوصال المدينة بالسيطرات. هذا هو واقع المدينة التي يتحدث أمينها عن مشاريع تجعلها تضاهي كبرى العواصم والمدن في الدول المتقدمة. طبعاً ما زالت العاصمة العراقية بغداد ومنذ سنوات في أسفل سلم التصنيف من بين المدن التي توفر أعلى مستوى لجودة الحياة، واعتبرت أسوأ مدينة للعيش فيما
تحافظ العاصمة النمساوية فيينا في على المرتبة الأولى كأفضل مدينة للعيش. طبعا تعتبر الفعاليات الثقافية والاهتمام بالبيئة وسهولة التنقل وأسعار السكن وتوفر فرص العمل من أهم العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مستوى رفاهية العيش في أي مدينة في العالم. طبعا بالعام 2021 العام الماضي تحدثت مجلة موي نيجيوثيوس آي الإسبانية وقالت بأن قائمة أسوأ مدن في العالم والتي لا ينصح بالعيش فيها بسبب التدهور الأمني والنزاعات المسلحة وسوء الخدمات وتدني مستوى المعيشة من بينها ثلاث عواصم عربية. وفقا للمجلة فإن أسوأ مدينة في العالم مع الأسف يمكن العيش فيها حاليا هي العاصمة العراقية بغداد، حيث شهدت العاصمة العراقية أعمال عنف وتدهور أمني متواصل منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وبلغت مستويات الفقر والتفاوت الاجتماعي معدلات قياسية بحسب تقرير المجلة الإسبانية. اليوم كشفت وثائق عن تسبب أمينة بغداد السابقة ذكرى علوش وسكوت من جاء بعدها بعدم إكمال مشروع بيئي وصحي في العاصمة بغداد. وبحسب الوثائق فإن علوش منعت عدم التخلص من 2000 طن من النفايات يوميا وبشكل آمن دون تلويث البيئة وتحويلها إلى مواد أولية كالبلاستيك وغيرها من المواد الأولية التي تدر أموالا ضخمة وتدعم ميزانية أمانة بغداد، فضلا على أن عن أنها منعت بحسب هذه الوثائق أيضا إنتاج السماد العضوي لبيعه ودعم الزراعة. مصادر مطلعة أكدت بأن هذا المشروع المهم جميع موارده الاستيرادية خاصة معملي الفرز موجودة في أمانة بغداد وفي مخازنها منذ 10 سنوات ولم يتبقى سوى أعمال روتينية محلية لا تمثل سوى 22 من حجم المشروع. معنا اتصال أبو عراق من الأنبار. أبو عراق، ما هو رأيك بالعاصمة بغداد، وضع العاصمة بغداد، واقع العاصمة بغداد؟ نعم تسمعني؟ أسمعك أستاذ عمر. أسمعك تسمعني؟ نعم الآن صوتك أستاذ عمر. نعم. بالنسبة للعاصمة بغداد، والله ما دمروا غير هذول الحكومات المتعاقبة. يا أخي أنتم تقدمون تقول أمين بغداد، عمي لولا مو أمين بغداد، حرام بغداد. باع ضعوف قبلهم، ما قال راح أخليها دبي الثانية. نعم. شنو اللي سووهم؟ 19 سنة خلي يقولوا لي خدمات، اشتغلنا ببغداد مشروع فلان شي فلان شي. هسه النوب هذا أمين حرام بغداد الجديد يقول منتظرين الموازنة، زين الموازنات الأولية وين وديتوها؟ وماكو محاسبة يا أستاذ عمر، لوكو محاسبة. ليش بغداد ما صرفوا لها فلوس؟ ما صرفوا لها، وين ودوهم؟ ما عجبهم لولا اللي باقوا، ما عجبهم محاسبهم، احطهم بالسجون حتى يصيرون عبره للباقي. عمي استاذ عمر بغداد جريمه، والله جريمه، اللي كانت الدول تتحسر على الجاي لبغداد. تشوف بغداد، تشوف شارع الرشيد، تشوف الكفاح. عمي هسه ماكو نفايات، قذاره وصاخه، لان هم المسؤولين وسخين، هم قدرين، فما يريدون العاصمة تصير جمالية يا أستاذ عمر الله يخليك. احنا يعني احنا واقعين الشعب العراقي. أنت ترى بأن الفساد هو سبب تراجع وضع العاصمة بغداد من كافة النواحي وعلى رأسها الخدمية؟ أستاذ عمر ما بينه هي مو نعم. بينه الفساد هو ليش الفساد؟ الفساد مو لعبته بالعراق يا استاذ عمر. مو ماكو اخلوا الميزانيه، تقاسموها بيناتهم وعافوا بغداد وعافوا الجنوب. مي بالبصره، اسالك بالله يا استاذ عمر، اخواننا اهل البصره حسره عليهم المي الشرب الصحي، وينهم المسؤولين؟ وينهم؟ واحنا لو اكو قضاة يا استاذ عمر، ولو اطول عليك، احنا لو اكو قضاء عادل والله ألزم كل مسؤول باك سرق ما اشتغل أشيله وذبه جوه أحاسبه، بس ماكو حساب أستاذ عمر. هذا اللي يجي هم ما تمشي، يقول لك كان قبلي ما حاسبه، خلنا أبوك حالي حال البقية.
وأنا أشكرك أستاذ عمر. شكرا أبو عراق من الأنبار كان معنا. أبو طاها من فنلندا. أبو طاها، ما هو رأيك بواقع العاصمة بغداد وحديث أمين بغداد وعليكم السلام علاء المعمار بأن لديهم مشاريع يعني لجعل بغداد شبيهة بباريس وإسطنبول، مشاريع توأمة؟ عمي هذا كله كذب، صار من 19 سنة يكذبون علينا. أي وحدة هذا، الحكومات المتعاقبة بالعراق وغير الدول العربية حكومات فاسدة وقيادات فاسدة، كذا ماكو شخص يحكم بما رضى الله ورسول. نعم. فأنا اتصلت عليكم أتحدث عن الحكومات ظلمنا في دولنا وتعنظلم هنا في بلاد الغربة. يعني هسه حين أطفال اللاجئين بيسحبونهم دائرة حماية الطفل ويأخذون الأطفال من أهاليتهم. صاروا 4 سنوات عندنا شخص سوري، صاروا 4 سنوات أخذوا أطفاله وزوجته صار لها طفل قبل فترة وأخذوا الطفل عمره 5 دقائق. يعني هذا حالنا من وراء حكامنا وحكام الدول العربية وحكام بلادنا. يعني بالخارج مظلومين وفي داخل بلادنا مظلومين. نعم. فأنا أريد أحب أوصل صوتي للشعب العربي وأوصل صوتي للحكومات العربية وللمجتمع العربي أنه دا ينظلم المسلم، دا ينظلم خارج بلده وداخل بلده. نعم. فإحنا طالبين من قناة الرافدين أن توصل صوتنا وصوت هالمظلومين اللي خارج والداخل، قناة الحق. نعم. فاحنا ما عندنا حكومات، احنا عندنا عباره عن الميليشيات. يعني احنا اصبحنا تجار يتاجرون بينا، بشر يتاجرون بينا، اطفالنا دتروح، نسائنا دتروح بسبب هاي الحكومات اللي موجوده، حكومات المتعاقبه اللي دمرتنا. انا اشكرك ابو طاها من فنلندا كان معنا وان شاء الله رسالتك توصل. علاء من البصره، علاء ما هو رايك بواقع العاصمه بغداد؟ تحية لك أستاذ عمر والكادر، ربي يحفظك إن شاء الله. يا هلا بيك. يعني نشوف إحنا اليوم العاصمة بغداد، نشوف نعم. الشوارع محفرة، ظاهرة التسول بارتفاع بشكل مخيف في العاصمة بغداد، خدمات شبه معدومة، تلوث البيئة بالعاصمة، مداخل العاصمة يعني غير لائقة، نشوف حتى نفايات متجمعة في مداخل العاصمة بغداد وحتى في داخل العاصمة بغداد ويحرقوها تنحرق. فشنو رأيك بواقع العاصمة بغداد وهي اليوم بعد انت تتصدر أسوأ مدينة؟ ما حاجة أستاذ عمر. نعم. ما حاجة بعد أكمل لك تفصلتها. الله يسلمك. أستاذ عمر، هي مدام موجودة المحاصصة وموجودة الفساد، هاي وزارات عبارة من بعد 2003 عاطلة عن العمل، وزارات فاسدة، مشاريع البلديات، كل وزارة البلديات حالة حال باقي الوزارات، هي وزارة فاسدة. وما بس جماعة الأحزاب وفساد وبوق ومحاصصة، وحتى موجودين هم هسه بالسلطة راح يرجع الكاظمي والحلبوسي والشعب رافضهم، بس هم مشلبين بالسلطة لأجل سرقة أموال العراق. ولا هذا أبو ورق ورق اللي كان يقول لا سوي عبر من دب، كان الشيخ زايد الله يرحمه أستاذ عمر. نعم. يقول أتمنى تكون دبي مثل بغداد. اليوم احنا بالعراق ما عندنا اي شيء للعيش، العاصمة تعبانة، المحافظات تعبانة، الفقر، الجوع، الوزارة التخطيط بها الهنداوي مالي دعوة شي مدري بدري يقول 2% وهو سأزيد من 50% من الفقراء. فلا تعتب على هؤلاء، دول ما جايين يعمرون، دول جاءوا لنهبة أموال الشعب هذا المظلوم. يعني شو تقول بالنسبه لتقريرك اخ عمر يقول لا. النمسا لا، اكو دول افضل من النمسا، يعني عندك اسبانيا، عندك سويسرا افضل يعني من النمسا. اوروبا مو افضل من العراق، بس لكن عندهم يعطون حقوق، يرتبون، ينظفون. استاذ عمر احنا بالعراق كل شيء ماكو. انا 5 سنوات استاذ عمر كنت باوروبا اتحاد المنافقين، عشان هبي رجعت العراق. لا لأن ماكو كل شيء بالعراق. تحياتي لك أستاذ عمر. أنا أشكرك على من البصرة كان معنا أبو الحسن من بغداد. أبو الحسن أنت من العاصمة بغداد، كيف ترى العاصمة بغداد بعد كل هذه السنوات؟
أبو الحسن يا ريت تسمعني. أبو الحسن يا ريت تسمعني من الموبايل وتنص التلفزيون. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بيك. السلام عليكم أخوي عمر. يا هلا بيك. شلونك؟ شلون صحتك؟ خير الحمد لله. حي العاملين في قراكم البقرة التي تنقل الحقائق. أهلا وسهلا بك. أستاذ عمر، بالنسبة للعاصمة بغداد هي مو هلسة مهملة من بداية الاحتلال ولحد الآن. إنه النفايات، كثرة النفايات، نفايات المستشفيات ونفايات البيوت والشوارع الآن تغمى في شوارع بغداد. نعم. وشوف عندك معسكر رشيد، المعسكر اللي كان قيمة عسكرية ومعنوية للشعب العراقي، هذه النفايات تفتت معسكر رشيد وتحرق بها النفايات، وشوف الدخان وكثرة الحروقات الآن في بغداد تنتشر، وبعدين هاي كلها سموم، إضافة إلى هاي نفايا المستشفيات في معسكر رشيد يحرقوها، وبالتالي شوف الدخان مال السموم إلى تذهب إلى العوائل. نعم. فعملية بغداد العاصمة هي منظر حضاري، لأنه العاصمة أولا تكون منظر حضاري باعتبارها عاصمة الرشيد، وبالتالي أن تكون العاصمة نظيفة، لأنه كل بلدان العالم العاصمة يزوروها الأخرى تكون نظيفة، وبالتالي حتى هذا مظهر أمام العالم. زين أبو الحسن، يعني بالفترة الأخيرة يعني كثير ما شهدت العاصمة بغداد استقبال رؤساء دول وتنظيم مؤتمرات ما طولت ساعات. زين، هم اللي بالطبقة السياسية اللي دا يحكمون البلد، يعني هو دا يصرف هاي الملايين ودا يصرف مليارات، صرفت مليارات من الدولارات على العاصمة بغداد. زين، هو بدل ما يستقبل وحتى يدعم هاي الحكومة، خل مثل ما أنت تفضلت يحسن واجهة البلد اللي هي العاصمة. شنو المانع؟ شنو اللي يمنع؟ عمر، هم مستفيدين بالمشاريع الخاصة والمشاريع اللي مستفادين منها، مشاريع يريدون يبوقون بها، فالعاصمة إذا تكون نظيفة أو صرف عليها فلوس فما أكو بوق بها، لأنه ألو وياك أبو الحسن، فما أكو بوق بها. نعم. يريدون يبوقون عملية المشاريع والتنظيف، إذا ما بها بوق فما يخدمون العاصمة. فبالتالي نشوف كل الحكومات اللي فريقة في ظل دولة منهارة. نعم. أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد، كان معنا رعد من بغداد. رعد، نشوف أنه ظاهرة التسول في العاصمة بغداد بارتفاع، وتحدثت وزارة الداخلية قبل أيام بأن هناك مافيات تقوم بإدارة من يقوم بالتسول من نساء وأطفال. وين وزارة الداخلية عن هذه الظاهرة التي تشوه العاصمة بغداد والتي يعني تقف وراءها مافيات؟ رعد تسمعني؟ رعد من بغداد. نعم أسمعك أستاذ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر، شلونك حبيبي؟ يا حبيبي أهلا وسهلا. هاي الظاهرة هي مو حلوة ومو صحيحة. نعم. بس هاي الظاهرة صارت هي من 2003 لحد هذا اليوم. أي، وهذا هاي الظاهرة هي سببها الدولة، سببها الفقر، سببها استغلال المناصب أستاذ. نعم. وأنا ضحية من هاي الدولة، من واحد رئيس مجلس محافظ بغداد السابق أستاذ كامل الزيدي. أي. وأنا صرت ضحية. شنو كنت موظف؟ أنا عندي كتب. لا، أنا صاحب مولدة. صاحب. نعم. مولدة أهلية. نعم. من 2003 لحد 2012 أنا مستثمر، ما عندي أي مشكلة لا ويا المواطن ولا ويا مجلس البلدي ولا مدير الناحية ولا أي شيء. نعم. أكو ضوابط 500 متر مربع قلة النصب مولدة.
هذا الشخص رئيس مجلس محافظ بغداد السابق خالف القانون وخلى مولده بصفي قرب 15 متر استاذ، يعني تابعه الى المولده، تابعه الى المولده، تابعه الى تابعه الى المولده، تابعه الى 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 والولد اخوه. استاذ وانا صرت الضحيه، اجون صار 10 سنين انا اناشد واني مالي راح، وبقيت اني اتنافس ويا ابو المولده، كل شهر كنت اخسر 10 ملايين 8 ملايين استاذ. زين قمت اخسر حالي ومالي، وبقيت اتنافس وخليت محامي كسبت قضيه ازاله المولده الحكوميه خلال 72 ساعه، بس هذا الشيء ما يجي بالهين. حطيت محامي وكسبت قضيه وزاره المولده الحكوميه خلال 72 ساعه، وصرت ضحيه بالتنافس انا وابو المولده، انا اخسر وهو يخسر. ورحت له الكامل الزيدي طبيت له للبيت، يقول مو اني طبيت له للبيت، يقول لي قماش اخسر قماش، كل من ياكل رزقه استاذ. وانا صرت ضحيه 7 سنين اتناطح وياه، يقولوا لي انت تتناطح ويصبك كونكريت، قلت لهم لا انا ابو حق واريد حقي. تالي شنو اللي صار وياك رعد؟ رعد انقطع اتصال مع رعد من بغداد. نرجع على موضوع العاصمة بغداد وأمانتها. طبعا مصادر برلمانية أقرت بتورط أمانة العاصمة بغداد بفساد مالي وإداري وخروقات قانونية رافقت عملية توزيع تعويضات الفلاحين الذين تم استملاك أراضيهم وتوزيعها على العسكريين والمراتب الحكومية. وقالت المصادر بأن أمانة بغداد قامت بصرف مبالغ تعويض الفلاحين رغم عدم امتلاك صلاحية صرف مثل هذه المبالغ، لعدم وجود باب في الموازنة التخطيطية يمنح أمانة بغداد الحق في صرف هذه المبالغ، كون الأمر متعلق بمحافظة بغداد ووزارة المالية، وبأن الأمانة غير مستفيدة من هذا الاستملاك. أضافت بأن من بين المخالفات القانونية التي وقعت بها أمانة بغداد الانتقائية في عملية الصرف، حيث شملت قسما من المستفيدين وبدون تدقيق الأوليات. طبعا موضوع العاصمة بغداد وهناك المناطق التي المساحات الخضراء اليوم دعت تتقلص، وهذا ما يؤدي إلى يعني ارتفاع التلوث وازدياد تغير المناخ في العاصمة بغداد بشكل خاص وفي العراق طبعا بشكل عام. أضف إلى ذلك بأن اليوم بحسب وزارة التخطيط اليوم العاصمة بغداد هي أكبر محافظة في العراق من حيث العشوائيات، يعني العشوائيات بانتشار بدون تخطيط من قبل وزارة التخطيط، من دون تخطيط للحكومات المتعاقبة لحل هذه المشكلة. العشوائيات بلغت أكثر من 1000 منطقة عشوائية فقط في العاصمة بغداد. يعني إذا نتحدث عن الواقع، واقع العاصمة بغداد حلقة واحدة ما تكفي، تسول وانتشار رفايات وعشوائيات، ومثل ما أشرنا ظاهرة التسول، الشوارع تعبانة كلش، إشارات المرور حيل تعبانة، أنت تجي توقف بإشارة المرور شرط المرور للساعة 8 ينظم السير، الإشارة حمراء شو السايد يمشي، الإشارة خضراء السايد واقف. يعني فوضى في العاصمة بغداد مع الأسف. معنا اتصال أبو علي من الناصرية. أبو علي شلون نشوف واقع العاصمة بغداد بعد كل هاي السنوات؟ صرفت مليارات على أمانة بغداد من الموازنات. الله يسعدك يا هلا بك، الله يخليك، والديك الله يخليك، الله يخلي الله يحفظك عيني الوزير، تسلم لي ربي يخليك ويسلمك. شلون تشوف واقع بغداد اليوم؟ هو شوف خلنا خدمه هاي من 2003 اكو ناس ذولا بهم حفاي ذولا ماكو يعني لا فيهم ولا عليم، يعني لا قرايه ولا كتابه، خلوهم اكو فيهم بنوا عمارات، اكو فيهم يعني بنوا حتى يعني حتى امريكا هذا الشيء يعني انت ماكو لبوك وين يطلع قبل للخارج يرسله. فذول انا اقول لك يعني حاطين العراق شلون يعني واحد من ابوك من المطرف. زين ابو علي عب ايه تتذكر امين بغداد الاسبق عبعوب، نعيم عبعوب ايه
من قال انه بغداد احلى من دبي واحلى من باريس وكذا. اليوم امين بغداد الحالي علاء المعمار تحدث بانه هناك مشاريع لتوأمة يعني تكون بغداد شبيهة بالعاصمة الفرنسية باريس، بمدينة اسطنبول التركية. يعني قبل اكثر من 10 سنين ذاك تحدث قال لك بغداد احلى وراح تصير احلى من دبي، واليوم مضت سنوات طويلة يجينا امين جديد ويتحدث عن هذا الموضوع، شنو رايك؟ اعطينا مجال، اعطينا مجال احمد وديك انت عزيز عليه الله يعزك، الله يخليك اعطينا مجال. نعم هذا شوف يعني مثل ما واحد يعني شلون يسموه اوبر التخدير، يعني شلون يعني انسان لما يعني يغسل دماغ الوادم، هذا انسان منافق وكذاب وقانون ماكو استاذ عمر، يعني ماكو استشارية الدوائر استاذ طبا لا الدوائر ماكو، الفساد منتشر يعني لا قانون تايه، يعني يعني حتى بالعراق هذا حتى ماكو تسمي اللصوص هاي الاحزاب تدري شنو يعني؟ يعني انا اقول لك هسه بيهم دول ياخذ مالاته خصصها مثلا يعني هاي ماكو الموازنه مثلا هالقد اعمار حباها هو ماكو هو ربعه، يعني شلون الكحكه ها هاي هي وهاي لك. هسه انت عندك ذول المحافظين بالمحافظات اكو بيهم يعني باقوا المحافظه ما خلوا بها شيء. نعم كلها باقوها من من موظف قانون ماكو، يعني هسه الوزير ما يحاسب هاي احزاب كلها، يعني احزاب هاي لحوص زين الله وكيلك انت هذا الرمي والقتل عليهم ماكو، مو قاتل من الشعب ذولا يردون يبوقون لص عرفت لصوص، يعني يبكي ما يبكي على الشعب العراقي يبكي على الاموال يريد يبوق. انا اشكرك ماكو. ابو يعني علي من الناصريه كان معنا. عبد الكريم من بغداد، عبد الكريم كيف ترى العاصمة بغداد؟ عبد الكريم نعم معك تفضل. عبد الكريم مرحبا استاذنا العزيز، اهلا وسهلا بك استاذنا العزيز. نفوس الكرة الأرضية 7,850,000,000 نسمة. نعم تسمعني استاذ؟ تفضل. نفوس الكرة الأرضية 7,850,000,000 نسمة. كلهم عندهم رأي واحد، اكو مصيبة يسموها مصيبة الحسين عليه السلام. نعم. بس اني هال 7,850,000,000 الا واحد اني اخالفهم الرأي. ليش؟ لأن ابا عبد الله الحسين عليه السلام من طلع للموقف قتال قال لا بخرج اشرا ولا بطلا انما خرجت لاصلاح دين جدي محمد عليه الصلاه والسلام. صار 1400 سنه في زمان الخلق. بس انا من 2013 الى اليوم لا انا عايش ولا انا ميت، لا انا عايش ولا انا ميت. شنو قضيتك عبد الكريم؟ نعم 5 مرات عندي واثنين ولد وما لا انا عايش ولا انا ميت. شنو قضيتك بالضبط؟ وزارة الإسكان والإعمار. إيه. واحدة من تشكيلاتها اللي هي شركة الرشيد العام بالمقاولات الإجتماعية. جهزتهم طابوق دير بالكويت على 2013 540,000,000 دينار. إيه. لم يقبلون يصرفوها لي. صادروا خطابات الأمان وكذلك يستحقون العمل من عندي. وانا حاجز بيتي باهم بيتي بمصرف الرشيد على مدى سد القرض مالهم، وحاجز بيتي الى مصرف الاتحاد على مدى انه هو الخطابات الضمان، هم سحبوا خطابات الضمان من عندي، ومصرف الاتحاد جاء يوميا امر القبض علي، ومصرف الرشيد يوميا امر القبض علي. ما اعرف الجريمه اللي سويتها انا، سجلوا الجريمه، هل يقولوا 7 ابواب ساكنه؟ الجولي انه هو كيف الجريمه؟ انا عملية قتل لو جهزت جلسه رشيد مواد مجهزه ومستلمه ومستخدمه وناجحه مختبريا من عام 2013. زين عبد الكريم، عبد الكريم الجهه اللي انت تطلبها منو بالضبط؟
شركة الرشيد. شركة الرشيد العامة للمقاولات الشرعية. نعم، ومن اللي رفع عليك دعوة؟ وحدة تسجيلات وزارة الإعمار والإسكان. إيه. لا محمد صاحب الدراجي من كان وزير من 2014 فضل إياها. إيه. خبر مدير عام ومدير عام ما اعترف فيه. وجلسات طارق الخيساني عام 2015 وخبر مدير عام وما اعترف فيه. هنا خدمات المدير العام صحيح، هنا خدمات المدير العام بس ما صار لي حال. ابعت البنوك مطالبتي، ارجع حتى بلاديتي بلادي اطفالي، وين اروح ما اعرف. كل دول الشرع العربيه تسكر المواطنيه، احنا نهج المواطنين. زين انت ما عندك ما اعرف عبد الكريم، انت ما عندك صك يثبت بانه انت تطلب هذه الجهه؟ عندي حتى عندي شكوك عليهم. تمام. عندي شنو عندي ما اي عندي حبيبي ما رفعت عليهم دعوه؟ مستودعات السلام. اي رفعت دعوه، سكت الدعوه. اي المستودع علي هاشم الناجي رئيس المحكمه التجاريه. اي صدر لي قرار. شنو القرار مالته؟ 47 في استحاله التنفيذ من قبل شركه الرشيد. نعم. استلم فلوسي بس قبل استلم يجي قبل استلم استلم قبل استلم أول كلام يقول لي هني انتهى المشروع. إيش وقت يجي المشروع ما أعرف. أنا سامي 65 سنة. إيش وقت يجي المشروع ما أعرف. شو بيجي ما أعرف. وأنا مهدد بقطع المصارف. بيع بيتي. إنه بيتي يبيع. شلون الحل ما أعرف. لا أروح أجيب من داعش فهموني. أخذ عيالي وأبني من داعش فهموني. يعني شلون في هاي الدولة. الله يعينك. نعم. يا عزيز المواد مستلمة ومستلمة ومستخدمة وناجحة مختبريا وقصة مختبرات عراقية. آخر مختبر هو مختبر يعني الحجة مالتهم ألا يكتمل المشروع حتى يعطوك فلوسك. شو يجي خلص المشروع ما يخلص من 2013 كان 60% 60% كان إنجاز مالته. انت على 2022 70% يعني معناته اللي يجي من 2300 ما يخلص. معناته اهل زادين علي بالنجف تنشر من ورد وترينا بخوش يعني وما خلص المشروع. نسأل الله ان يفرج عنك وان يعينك عبد الكريم من بغداد. طبعا بسبب الفساد وبسبب المشاريع المتلكئه اللي هي بسبب الفساد. هذا اللي هذا مواطن صار بي هذا الشيء مسكين. يعني إن شاء الله ينسمع صوته وأحد يقدر يحل قضيته في الدوائر المختصة. معنا أبو ياسين من بغداد. أبو ياسين كيف ترى واقع العاصمة بغداد؟ نعم أخي تحياتي لك. حياك الله. يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي. العاصمة بغداد أولا أول كلامي ما يقبلون واحد يقول عاصمة يكون يقول محافظة بغداد، لأن يعني إيران ما تقبل الشعب العراقي يقول عاصمة. هم مخلين العراق حديقة خلفية فهم يريدون العراق عاصمته طهران. نعم إن شاء الله تبقى بغداد عاصمة العراق. نعم إن شاء الله. نعم. تبقى إن شاء الله غضبا على إيران وعلى هاي الخونة والعملاء اللي يحكمون البلد. أولا عاصمة بغداد أول عاصمة بالعالم هي بالنفايات صارت. هذا واضح طبعا تجاوبون بالتلفزيون بالنفايات وحفر الشوارع والشط مال دجله. والله دائما انا اروح على الشط مال دجله على جسر الشهداء. يعني ادخل المجاري مال بغداد هاي مال يعني الصرف الصحي المجاري. نعم. جاي تذب بالشط تذب بالشط وحتى تكرم بزازين وكلاب ميته. ليش هالشكل؟ ليش؟ يعني انتم ما عرفنا انتم علي من حاكمين بس واضح انه انتم حاقدين مو بس على القيادات اللي كانت الوطنيه، انتم حاقدين على العراق وشعب العراق ومي العراق وزرع وكل شيء. يعني كل شيء بالعراق انتم حاقدين عليه. ليش هالشكل؟ مو انتم عايشين بهذا البلد من 2003 هسه يعني كتر عيوننا بلطو عمرو. هذا شارع الرشيد اخي عمر، لو شوف شارع الرشيد والله تبكي عليه. انا امانه الله كل ما اروح شارع الرشيد والله ابكي. نعم. ليش هذا الشارع التاريخي؟ يعني أنتم تعرفون تقولون راح نغير اسمه هذا الرشيد تتنصابهم مو يعني عجيبة. أنتم يعني هاي بغداد هي يعني اللي يعني خلينا نقول
ساكنها الكاظم سلام الله عليه، الخاطر الكاظم عاد، الخاطر الكاظم لا تقولون احنا موامع كاظم احنا رجال دين وناخذ دكتاتور، الخاطر الكاظم عدلوا هاي المحافظه العاصمه العفو، ليش هالشكل هيك يعني؟ يعني انت صار 20 سنه لا اعمار لا بناء لا زراعه لا تنظيف، لو شوف الشوارع مال بغداد تمشي من نالي جاي كلها طشها، بنطوكم شارع يعني طلع واحد اجنبي شو يقول؟ يقول من 2003 لحد هاي 2022 فلوس العراق تعمر سبع دول هي وخدماتها، وشوف العراق شو رجع لي ورا، قاعد الجد فاقوا منا فلوس. يعني عجيبه اخي، بنطوكم شارع الجسور كلها على الاعمار مال صدام 200 سنه 90 من ضربها هذا بوش اللعين. على اعمار صدام 200 البناء كله مال شارع الحيفة كل بناء صدام حسين، التبليط القصور كلها انتم سويتوا، انتم يلا بتسويتوا يعني واحد يتورط يطلع بالسياره من عدد الزحامات تتورط، يعني تمشي السياره الزحام تطير بالسياره، يعني عجيبه يعني هالبشريه هاي عجيبه. شوف الله يخلص ايامهم النوب قره في عيون العراقيين، من راح يترأس مال هاي مقتدى اغث فيكم بعد من كل العراق بعد مال كم يا اخويا؟ نعم أنا أشكرك أبو ياسين من بغداد كان معنا. أبو زهراء من السماوة، أبو زهراء شلون تشوف واقع العاصمة بغداد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أخ عمر؟ يا هلا بك، أهلا وسهلا أخ عمر. هذا هو المتوقع من الاحتلال، تتوقع من الاحتلال الحكومات الاحتلال شو تتوقع من عنده؟ أنا ذاك اليوم هذا أبسط شيء كان جامع محمود بنيه بالعلوي. جامع محمود بنيه هذا كنا قبل بالجيش من طبع بالك مؤسسة. نعم. وذاك اليوم عنده معاملة خلصت بالوحدة. نعم. كان ينفتح بالوحدة للخمسة وأحيانا ما حتى لصلاة المغرب. نعم. فبالوحدة قلت بدي أروح أصلي وأجي لك الزبائن الباب مسدودة، كان يطلع لي واحد صعلوك شرطي. قال لي شنو أنا ممنوع؟ قلت له ابوي اريد اصلي، قال لي ماكو. عرفت؟ ثاني رحت صليت بالجراج. نعم. صليت بالجراج مال العلاوي، شفت الزاويه صليت بها. فما يعني حكومات كلها تريد تتسلط يعني سفينه نوح. يعني كم موازنه هذول يردوا لهم؟ يعني هم هذول كم موازنه يعني بس بالعراق. سفينه نوح كلها تريد تتسلط، كلها تريد تصرف. ما كل شيء أقبل لا صناعة لا زراعة لا خطط خمسية لا خطط عشرية. نعم. ماكو من 2003 لحد الآن. يعني تشوف بسبب إدارة الحكومات المتعاقبة وصلت العاصمة بغداد إلى هذا الحال. إلى هذا الحال. زين شنو اللي يعني اذا يعني اذا تحدثنا عن ابسط الامور، يعني شنو الكلفه الماديه اللي تكلف الحكومه بتبليط شارع، او حتى اذا شارع محفر تصلحه شنو التكلفه بيها او تشيل نفايات؟ هذا شنو التكلفه اللي بيها؟ ماكو فلوس. وقلت لك انا هاي سفينه نوح. ايه سفينه نوح كلها هاي كلها تيجي تتصلح، كلها تريد اموال. قدر هذه هاي ياخذونها كلها لهم الفلوس. نعم. لا يقول لك موازنه ولا يقول لك شنو، كلها ياخذونها لهم وفي مالها وانتهى الموضوع. وظلت الامور الى ما هي عليه كلها وهاي. فحاله ركود كلها يعني البلد حاله ركود. نعم. انا اشكرك ابو زهراء من السماوه كان معنا، مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. كنا تعبانين وكذا ربع لحام حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفل للبيت. بس بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله. وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر عليك حال. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا الفقر هم كذبة. أقول لك كذبة يعني. بلد بالعالم يطي رواتب بقد العراق، تجيك تطي احنا رواتب؟ نطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين. مليون ونص مال متقاعدين. تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعية.
الله ان شاء الله يشفع لنا ويشفع لكل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هذا شلون يعني بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده. يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. ثمان لا أقول لك يا خليني لأني أروح نهار واقع والله أنا تعبان. أهلا بكم من جديد. إذا تحدثنا عن ظاهرة التسول في العراق بشكل عام وخاصة في العاصمة بغداد فإنها ازدادت في السنوات الأخيرة، وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن أعداد المتسولين وصلت إلى 100,000 شخص يجوبون الشوارع والطرقات. يأتي ذلك وسط مخاوف من تحول هذه الظاهرة إلى مهنة لكسب المال العام، وهو الذي تحدثت به وزارة الداخلية بأن هناك مافيات تدير هذه المهنة. طبعا يؤكد مختصون بأن العاصمة بغداد تحتل المرتبة الأولى في أعداد المتسولين، واعتبروا بأن الظاهرة ترتبط بارتفاع معدلات الفقر في العراق إلى مستويات قياسية لم تصلها البلاد منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي. وبحسب أرقام وزارة التخطيط وتصريحات مسؤولين وبرلمانيين فإن معدلات الفقر في البلاد تجاوزت حاجز 30% بشكل عام في العراق. بحسب مسؤول بوزارة الداخلية فإن قوات الأمن اعتقلت خلال أعوام 17 و18 و19 أكثر من 8,000 متسول في عموم بغداد والمحافظات، وتم إطلاق سراح غالبيتهم بعد أخذ تعهدات منهم بعدم العودة للتسول، مبينا بأن المتسولين لا يلتزمون بالتعهدات وسرعان ما يعودون إلى الشارع من جديد. طبعا المافيات تدير شبكات التسول في العراق واستغلال النساء والأطفال. قبل أيام حذرت وزارة الداخلية من مافيات تدير شبكات التسول في البلاد وتستغل النساء والأطفال في ظاهرة ذات تأثير خطير على المجتمع، وأكدت سعيها لوضع الخطط للحد من انتشار هذه الظاهرة. معنا اتصال أبو عباس من كربلاء. أبو عباس كيف ترى العاصمة بغداد؟ من النجف العفو. أبو عباس سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لبغداد نعم. والمحافظات العراقية وكل عراقي نعم يعني أسمعك عيني يا أبو عباس. ألو أسمعك. الله أي بس اسمعني من التلفون. وما ظلمناهم ولا سن كانوا لأنفسهم يظلمون. نعم. بالنسبة لهاي الحكومة، هاي الحكومة اجت من الخارج يعني. من اجت من الخارج؟ ما اجت تحب العراق، اجت تفرهد العراق. هسا احنا قاعدين بمنطقة بالنجف كل بيت 5,000 كل شهر نشيل النفايات شهرنا نظيف مرتب، لأن يعني أهل بغداد ما يعرفون يسوون. هاي حكومة ما عندهم، دولة ما عندهم. هسه النفايات تارس الشوارع مال بغداد، أولا مثلا بغداد يعني كلها تكرم زبايل والنفايات، ومو عيب على يعني شعب بغداد أو الحكومة. حكومة جت من زين ماشي. أبو عباس أنت هاي قضية النفايات، هو مو بس واحد ينظف القدام بيته، تدري أنت بغداد بيها حوالي 6 مليون. 6 مليون يعني هاي لازم إمكانيات دولة حتى تتخلص من هاي النفايات. زين المتسولين دولة الحكومة شوف أكو والشوارع المحفرة تجمل بالثياب تعيش جميلا. ايه تجمل بالثياب تعيش جميلا. نعم. فإن العين قبل الاختبار، فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا له من حمار. نعم. هذا الشعب يشوف يلبس لقاط وكذا، وهذا هو كان برا يكتب بالجيش العراقي، هسه مسؤول عن الشعب العراقي. وهذا بلد، وهذا مو بلد حج، هذا بلد مال شقاقات انشق واحزاب وكتل ومدري شنو ما ادري ايش. يعني اصبح متشتت، اصبح متشرد، اصبح ما حد يعترف به. الكويت اخذ نص سفوان حجي من وراء الحكومه، نص سفوان اخذه. تندل الحد مال الكويت هسه وين له؟ لا بنص سفوان بالفلكه مال سفوان الكويت وصلوا.
هو الكويت بالوسخ ياخذ العراق ياخذ تراب العراق. وانا اشكرك. وانا اشكرك ابو عباس من النجف كان معنا. خلونا نقرأ رسالة واتساب. يقول السلام عليكم سيد عمر. يقول هذا يتوقع الشعب العراقي، هل يتوقع الشعب العراقي من هؤلاء السياسيين اللصوص والذيول؟ أين تذهب عوائد النفط؟ تذهب إلى جيوب الفاسدين وتذهب إلى جيوب اللصوص. نعم. السلام عليكم. يقول الله يعين العراق وأهل العراق، طال صبرهم وطال تعذيبهم، إلى متى؟ حرام والله حرام. أبو سمية يقول يا أمين بغداد عندما تكذب اكذب كذبة يمكن هضمها في المجتمع العراقي. نعم. طبعا وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد البحنة قال بأن مشكلة التسول بدأت في الاتساع بشكل كبير حتى باتت تواجه جميع المواطنين. بين بأن هذه المشكلة مركبة ولا تتعلق بجهة واحدة، ويجب أن يكون هناك علاج حقيقي له. أكد بأن قوات الشرطة ألقت القبض قبل أيام على شخص وشقيقه وزوجته يديرون أحد الأماكن وتضم 16 شخص يعملون في التسول، وأوضح بأن هناك مافيات تقف وراء التسول واستغلال الأطفال والنساء، هذا بالتحديد في العاصمة بغداد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها معكم حول واقع العاصمة بغداد. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.